السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض مد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. لا تنسوا أخوة الكرام إضافة سناب شات، تويتر، إنستغرام عندكم على زاوية الشاشة. طبعا أخوة الكرام، اليوم سيركم تغطي عن لكزس إي إس 2019 فيها 350 سي سي، طبعا وارد البريم. سعر السيارة في حدود 192,500. السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. طبعا ناخذ جوله سريعه السياره من الخارج، بعدين نتكلم عن اهم المواصفات. فئه السي سي هي الفئه اللي قبل الدي دي. طبعا تقريبا تعتبر هي النص الفل بالاي اس، وهي تعتبر افخم سياره في فئتها تقريبا. طبعا افخر سياره بالمواصفات والشعار. طبعا السيارة تجي على عدة محركات، 2-4 سلندر، واحد منهم هجين، والثاني منهم طبعا بنزين بالكامل، والثالث اللي هو أمامي طبعا اللي هو محرك الفي 6 6 سلندر. طبعا المحرك زي ما قلت 6 سلندر في 6 3500 سي سي، 300 حصان تقريبا، الجير اوتوماتيك، 8 سرعات توبترونيك، نفس الموجودة تويوتا افالون، تويوتا كامري، نفس الجير، نفس المحرك. طبعا الدفع اكيد دفع امامي. مواصفات السيارة الخارجية، نتكلم عن فتحة سقف بانورامية، تجي فتحة سقف عادية او بانورامية، الفئة هذه البانورامية. طبعا عندكم على الواجهة عدسة واحدة فقط، على عكس الفل كامل تجي ثلاث عدة عدسات، تقريبا ثلاث عدسات، وعندكم انوار ال اي دي نهارية، النور العالي والواطي ال اي دي. طبعا عندكم اربع حساسات امامية، وتلاحظون هنا في الزاوية واحد، وطبعا في الزاوية الثانية نفس الشيء، وعندكم اثنين في الشبك الامامي. السيارة اكيد فيها غسيل الانوار الامامية. الجنوط اللي على السيارة تقريبا تيجي مقاس 18 انش، خلينا نتأكد الا 18 انش هي لازم تشوفون. طبعا تيجي على شكلين، هذا الشكل الافخم، وعندكم زي ما تشوفون المراية باللون الاسود مع اشارات طبعا وكروم، ولون السيارة زيق كروم جانبي لو تلاحظون تحت. هذا زيق الكروم الجانبي. الله اكبر، يأذن العيش الحين. طبعا من الخلف زي ما تشوفون عندكم جناح خلفي، انوار ال اي دي خلفيه. طبعا عندكم اربع حساسات خلفيه، وعندكم اللوح اكيد لمباتها ال اي دي. افتح شنطه السياره. بسم الله. طبعا شنطه عاديه وليست كهربائيه. طبعا هذا صندوق محتويات السياره، يجي فيه فرشات، يجي فيه بعض عدد السياره، اصلا كل شيء في السياره اكسسوارات تفتك يكونوا فاكينها من المصنع وحاطينها هنا ومقفلينها باحكام. احنا نفكك شوي ونركب الاشياء الاساسيه. سكر الشنطه وننتقل الى صرفيه الوقود. وكل لتر بنزين يمشي 13.6 كيلو. تقييم سياره جيد. وندخل داخل السيارة ونصورها. طبعا ما راح ندخل الحين، أول شيء صورها كذا من برا شوي. زي ما تشوفون هذه السيارة من الداخل، مقاعد جلد جملي، هذه المقاعد الأمامية. طبعا كرسي الساق زي ما تشوفون لها مخدة، وهذه هي من الخلف. شيء غريب انه ما فيها ستاير جانبية على عكس الفئات السابقة او الشكل السابق، الفئة هذه كان يجي فيها ستاير جانبية. هذا من الخلف عندكم هنا تحكم بالنظام الصوتي، زي ما تشوفون عندكم تحكم بالتكييف حق السيارة، فتحات تكييف خلفية، وعندكم منفذين طاقة يو اس بي، واحد منهم او برضو واحد يعني ثلاث منافذ طاقة، اثنين يو اس بي، واحد 12 فولت 12 واط. ستارة خلفية زي ما تشوفون، انوار السقف، معليش الامامية الامس اللي هنا عادية ضغط.
طبعا نشوف احنا الابواب، لان الابواب الاماميه او باب السائق عليه كيس، لكن نشوف عموما نفس تقريبا نفس الخامات. عندكم الجلد الجملي، وعندكم هنا اللون البني المحروق تخشيبه، وعندكم التطريز اللي باللون الجملي. طبعا هنا بلاستيك، وهنا برضه بلاستيك. طبعا هذا مقبض الباب كروم، مقبض الباب كروم. والحين ننتقل الى الداخل، وخلنا نشوف اول شيء واول ميزه في السياره اللي هي مفتاحها. طبعا وارد البريم يجي فيها تشغيل عن بعد زي ما تشوفون، مفاتيح ذكيه، دخول ذكي، تشغيل ذكي، وخاصيه التشغيل عن بعد، اغلاق، فتح الشنطه، وجهاز انذار. بسم الله الرحمن الرحيم، وننتقل الى داخل السياره. بسم الله. طبعا هذه السيارة من الداخل. بسم الله. طبعا احنا داخل السيارة الآن، ونبدأ نتكلم عن المواصفات. كما ذكرت لكم اخواني الكرام، المقاعد جلد باللون الجملي، طبعا يجي منها عدة الوان على حسب اختيارك وعلى حسب المتوفر بالوكيل. طبعا لا ننسى الفور ميكا التخشيب اللي موجود على كامل اجزاء السيارة تقريبا، الطبلون، الدركسون، عندكم هنا الطبلون والابواب، وعندكم برضو قاعدة المنطقة هذه او مكان الجير زي ما تشوفون. التخشيبة هنا برضو موجودة تقريبا على كامل السيارة، وبرضو عندكم من الخلف هذه. نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة. أكيد الزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، المراية كهربائية بخاصية الطي الأوتوماتيكي، ذاكرة تخزين لكرسي السائق، مع العلم كرسي السائق والراكب بحركة كهربائية، والدركسون بحركة تلسكوبية. الحركة التلسكوبية الكهربائية، طبعا الحركة التلسكوبية بشكل كامل، يعني الدركسون يطلع وينزل ويقدم ويرجع، ما عنده أي مشكلة. وطبعا يضاف كلمة كهرباء إذا كان له زر. أما التلسكوبي تقال على اليدوي اللي فيه حركة تلسكوبي، يقدم ويرجع وينزل إلى آخره. طبعا عندكم هنا الفور ميكا التخشيب زي ما تشوفون، وعندكم هنا تحكم بالنظام الصوتي حق السيارة، عفوا هنا التحكم بالنظام الصوتي جاي نفس طريقة الكامري بشكل عام، جاي تويوتا بشكل نظام واحد بغض النظر عن الشعار. نتكلم عن تويوتا بالاول والاخير. تحكم بدركسون، نظام الصوتي، اوامر صوتيه، بلوتوث، عندكم تحكم بعداد الرحلات. طبعا عداد السياره زي ما تشوفون جاي بشكل رياضي حاليا، عداد السرعه جاي الكتروني، حاب تخليه شكل فيزيائي ما عندك اي مشكله، تروح لاعدادات السياره وتسويه ضبط العداد. طبعا هذا هو التقليدي، الشكل التقليدي، وهذا الرقمي اللي حاب انت تسويه بكيفك. طبعا عندكم هنا عدد رحلات بشكل كامل، مستوصف في الوقود الى اخره، من المعلومات المهمه بالنسبه للسائق. جير اف 1 خلف المقود، وعندكم الجير اوتوماتيك 8 سرعات توب ترونيك، تقدر تستخدم من هنا التوب ترونيك او من الجير اف 1 او اللي يسمونه تبديل الشفتات خلف المقود. الجنط كهربائي زي ما تشوفون، وفي خاصيه الهولد. طبعا عندكم شاشه ملاحه تقريبا 12.4، فيها كثير من المزايا، لا ننسى فيها سي دي، ومنفذين يو اس بي، منفذ يو اكس. طبعا فيها كاميرا واحده خلفيه. الفول كامل طبعا تجي اربع كاميرات لا ننسى، وعندكم طبعا الفول كامل برضه تجي نظام صوتي مارك ليفنسون، على عكس الفئه هذه تجي بدون نظام صوتي مارك ليفنسون وبدون طبعا اربع كاميرات او الرؤيه المحيطيه. ساعه الاكزس بالشكل الكلاسيكي. المكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، بالاضافه تحكم برضو خلفي منفصل تقريبا، تقدر ترفع الحراره وتعدله من الخلف. طبعا تبريد للمقاعد الاماميه فقط بدون تسخين، حتى المقاعد الخلفيه ما عندهم لا تسخين ولا تبريد، على عكس الافالون فئه البلاتينيوم تقريبا اللي تجي، او عفوا البريميوم اللي تجي لها الله تبريد، عفوا تسخين المقاعد الخلفيه فقط. اما الامام يجي تبريد وتسخين في الافالون اللي هي تعتبر منافس لها، بس من شركه تويوتا، اختها الشقيقه من تويوتا. طبعا نشوف هنا منافذ اليو اس بي بالاضافه لمنفذ اليو اكس هنا موجود. طبعا هذه الربله تقدر تسكرها او اذا حاب تشيلها بكيفك عاد. وعندكم هنا حامله كوب، او ممكن تحطها مكان طفايه الدخان بكرام اخواني الكرام زي ما تشوفون. وعندكم الساق هنا حامله الكوب حقه زي ما تشوفون. طبعا الشاشة ما هي لمس، الشاشة طبعا تاتش عن طريق هنا التاتش اللي موجود هنا، على عكس الموديل السابق اللي يجي ماوس. طبعا
طبعا هنا زي ما تشوفون الشاحن لاسلكي يدعم شحن اي جوال، شحن لاسلكي مدعوم. هنا صراحه مكانه شوي غبي مع احترام الشديد للكل، لان المكان هنا يا جماعه الخير يوم بحط جوالي في يعني صراحه يعني احط الشاحن اللاسلكي في الدرج وقاعد اتعذب، الشاحن اللاسلكي اني ارمي جوالي عليه وهو يشحن، اما بقعد افتح الدرج بحط ما عندي مشكله اني اسحب الفيش واشحن الجوال، عاد كل واحد برايه. طبعا اكيد عندكم هذا منفذ طاقه برضه الثاني، عفوا هنا منفذ طاقه 12 فولت، عندكم اكيد سنتر لوك في باب الراكب، مرايات تعتيم داخليه وانوار سقف ال اي دي، طبعا اماميه تجي تاتش زي ما تشوفون. عندكم طبعا الشماسات هذه فيها مرايه مع اناره ال اي دي، نظام تراكشن، نظام وضعيه القياده سبورت نورمال ايكو من هنا، نفس اللكزس فكره اللكزس ال اس الفئة الكبيرة. طبعا عندكم انوار بانورامية ما راح تبين الا يكون عندك عاتمة، حاليا هو ضوها واطي بشكل عام لانها جاية بشكل انيق وخفيف، جاية على كامل طبلون والابواب حقت السيارة الامامية والخلفية. طبعا فيها ستارة خلفية سقفها بانورامي، وبالنسبة طبعا السيارة فيها النقطة العمية موجود فيها ميزة النقطة العمية. فروقاتها عن الفل كامل يسأل، أكيد الرادار ما في هنا رادار، وعندكم طبعا في هذه برضه في بروجيكتر للمعلومية بس ما راح يوضح معنا، يعني يبغاله لكن بحاول إني أوضحه. بسم الله. ما راح يوضح صراحة عندكم البروجيكتر، لكن فيها بروجيكتر يعني خط صفر يبين معاك بكامل الوضوح. هذه ابرز مواصفات لكزس اي اس 350 اللي طبعا فئه سي سي وارد البريم. طبعا سعر السياره 192500 سلاش مضريبه والاشمال التسجيل. مواصفات الامن السلامه فرامل اي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات اماميه وجانبيه، وعدد 5 عزمه امان، ولا ننسى النقطه العمياء اللي موجوده بالسياره. طولت عليكم اخوان الكرام بالفيديو، لا تنسون ضيفون سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاويه الشاشه، ولا تنسون برضو تحميل تطبيق معرض مع الدين برضو عندكم على متجر جوالك ايفون ولا اندرويد، فقط تبحث عن معرض مع الدين. والسلام عليكم ورحمة